بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، هل القرآن الكريم هو المعجزة الحية أم هو المعجزة نفسها؟ هل القرآن الكريم هو المؤرخ الإخباري؟ هل هو متنبئ المستقبل؟ هل هو الكتاب التوجيه؟ هل هو وعد رمز كامل لحياتنا؟ أصلاً مشاهدين الكرام، القرآن الكريم هو المحيط الذي لا نهاية له، والذي في عمقه دعاء كل شخص أن يغرق بصراحة لاكتشاف لؤلؤ باختياره، كما نقول فوجد من بحث. فمشاهدين الكرام، بحثنا اليوم على الكلمة سيجار والثانية سيجارة. هذه الكلمة معروفة في العالم كلها. سيجار، أخذت هذه الكلمة ومماثلها سيجار في العربية من القرآن الكريم، الآية رقم 6 والسورة التكبير رقم 81 في القرآن الكريم. هذا للعجب، لأن سيجار وسجارة كلاهما مذران للصحة ونعرف، ولكن أخذت هذه الكلمة مباشرة من القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا البحار سجرت، وعندما يعني عند يوم القيامة تكون البحر سجرت. هذه القدرة الله سبحانه وتعالى. فمشاهدين الكرام، هذه الكلمتان موجودان في القرآن الكريم ومماثلان كلمة هذه سجرت. جزاكم الله خيرا. هذا ما عندي، والله أعلم. بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.